بعد كده في الجزء بتاع البلانينج اللي هو كلوز نمبر 6. طيب احنا هنا عشان بس الجزء بتاع البلانينج ده هو تريكي شوية، فاحنا هديكم مثال صغير كده. طيب فرضا ان حضرتك قاعد في المكتب بتاعك الساعة 2 الظهر، في حد من صحابك كلمك وقال لك انا عندي النهارده حفلة في البيت، وان حضرتك معزوم ان حضرتك تيجي تحضر عندي الحفلة دي، حفلة عيد ميلاد مثلا ولا ايه. تمام، فحضرتك بتخلص شغل الساعة كام؟ الساعة 6، وهو قال لك ان الحفله الساعه 6، فحضرتك هتبتدي تجهز بلان ان انت تبتدي تجهز نفسك ان انت تاخد اذن ساعه مثلا علشان تلحق تروح الحفله وتوصل هناك قبل ما الحفله تبتدي. طيب احنا هناخد ساعه بس علشان الطريق؟ لا، انت محتاج ان انت تشتري هديه وانت رايح المكان. طيب موضوع شراء الهديه ده هياخد وقت مثلا قد ايه؟ هياخد مثلا حوالي ربع ساعه. طيب تمام، يبقى انا كده امشي قبل الميعاد بساعه وربع. طيب هو انا كده هبقى واصل، انا واثق 100% ان انا كده هوصل الساعه 6 بالظبط؟ لا، لان احتمال يحصل ريسك ان الطبيب يبقى واقف، احتمال يحصل ريسك ان المحل اللي حضرتك ناوي ان انت تروحه وعارف ان هو هياخد بس ربع ساعه التواجد فيه ممكن يكون قافل، وكمان انت ما حسبتش الوقت اللي هيبقى ما بينك وما بين المحل، وبعدين ما بين المحل وما بين زميلك. فاحنا كده لازم نعمل ريزيرف تاني للتايم حوالي مثلا نص ساعة كمان. فكده حضرتك هتبقى محتاج ان انت تمشي من الشغل 4:30 مش 5 علشان تلحق تكون في العيد ميلاد قبل الساعة 6. طيب فرضا وانت خلاص عملت البلان ان انت هتمشي الساعة 4:30، حد من صحابك اتصل رايح نفس عيد ميلاد عربته عطلانة ومحتاج ان انت تروح تاخده معاك في طريقك، يبقى انت كده هترجع تاني تغير البلان بتاعتك، هترجع تغير البلان بحيث ان حضرتك عاوز تعمل ريزيرف للتايم ان انت تروح تاخد صاحبك ده الاول، بعد كده تروح تجيبه الهدية اللي انتوا هتروحوا تجيبوها، وبعدين تروح العيد ميلاد. طبعا القرار بتاعك انت هتعمل ايه في الاخر دي مش قصتنا، بس هي القصة ان انت دلوقتي اول حاجة انت كان عندك objective ان انت تروح ان انت توصل لعيد ميلاد الساعة 6، وبعد كده انت عملت حسابك في شوية ريسكس المفروض ان انت كنت هتقابلها وانت في طريقك للobjective ده، وبعدين جالك تشينج خلاك تغير البلان الاولانية وخلاك تعمل بلان تانية عشان برضو توصل الساعة 6 في ميعاد. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه عن البلانينج. البلانينج بيقول لنا ان احنا ازاي نحط الاهداف، ازاي نحط خطط علشان نحقق الاهداف، ازاي ما يحصلش تضارب ما بين الاهداف، ازاي اقيس الاهداف واحاسب عليها، ازاي اعرف المخاطر اللي ممكن تقابلني، ازاي احددها واقيمها واشوفها هل هي كبيره محتاجه من الاهتمام ولا هي صغيره مش محتاجه ومش هتاثر عليا، وبعد كده اشوف التغييرات ازاي ابدا اتعامل مع المتغيرات اللي بتحصل خلال عمليه تنفيذ الاهداف، ازاي احدد اهميه المتغيرات واقيس الريسك بتاعها، وازاي اخلي المتغيرات ما تاثرش على الاهداف بتاعتي. طيب اول حاجه هنتكلم فيها اللي هي ايه الريسك. اي شركه بتواجه مخاطر كبيره، لو الشركه ما خدتش بالها من المخاطر دي وحاولت انها تقلل او تمنع تاثيرها غالبا بتاثر عليها. الايزو عاوز يشوف هل الشركه عامله حساب المخاطر اللي ممكن تواجهها مثلا ولا لا، هل هي شايفه المخاطر دي وبتاخد اجراءات علشان تمنعها وبتمنعها فعلا، ولا هي مش مهتمه بالموضوع ده وبتواجه المخاطر وقت ما بتحصل لها اما بتحصل لها. فعشان اواجه المخاطر اللي بتقابلني في اي شركه او في اي مانجمنت انا بعملها، لازم الاول تعمل لسته بكل المخاطر اللي ممكن تواجهك اثناء عمليه التشغيل. اتنين، تبدا ان انت تتوقع معدلات تكرار المشكله دي. ثلاثه، قياس درجه او شده خطوره المشكله او الريسك اللي انت هتقابله ده. نحط خطة لمنع حدوث الريسك ده. ده عن طريق ان انت بتخلي مثلا ان انت بتدرب العاملين عندك، او ان انت بتعمل صيانة دورية. فرضا مثلا ان احنا بنتكلم عن equipment مثلا حضرتك شغال بيها كل يوم من 8 الصبح لحد 5. طيب الاكويبمنت دي ممكن ان هي مثلا تشتغل معاك كويس جدا، بس وارد ان هي لو عطلت ان هي هتوقف لك الانتاج مثلا يومين ثلاثه. طب انا اقدر ان انا
ازاي احافظ على الايكويبمنت دي بانتاجها بالطريقه الكويسه دي، وبان انا منهيه ان هي ما يحصلهاش الريسك بتاع العطل ده، ان انا اعمل لها صيانه دوريه، وان انا اعمل تشيك ليست بكل المواعيد الصيانه بتاعتها، ان انا ادرب العاملين اللي شغالين على الايكويبمنت دي واخليهم متدربين وبيتعاملوا معاها بطريقه صحيحه، مش بيتعاملوا معاها ان هم مثلا بيتعاملوا معاها بطريقه مش كويسه او طريقه طف، ان هم بيبقوا عارفين ان هي مثلا محتاجه ان هي كل ساعتين مثلا هي تريح 10 دقايق، ان هي مثلا زي الات التصوير او مكان التصوير احنا كداتا كنترولر بنبقى عارفين ان هي مثلا ما ينفعش ان هي تشتغل في ظروف بيئيه مثلا حاره جدا، ان هي لازم تبقى ليها درجه حراره معينه تتعامل فيها. تمام، احنا كنا قلنا اول حاجه نعمل لسته بكل المخاطر، نبتدي ان احنا نتوقع معدلات تكرار المشكله، قياس شده الخطوره، نحط خطه لمنع حدوث الريسك ده، ننفذ خطه منع الريسك، وبعد كده نقيس الاجراءات اللي عملناها مع الريسك دي، وبعدين في اخر حاجه لازم كل ده يكون دوكيومنتد ويكون مكتوب علشان نقدر ان احنا نتعلم منه ونقدر ان احنا نعمل له ابديت. علشان انا لو ما كتبتش الكلام ده كله هيجي اي حد، لو الشخص اللي هو موجود ده او بتاع الكواليتي ده مشي، او العامل اللي شغال على المعده ده مشي، هتلاقينا بنبتدي من الاول وجديد كل حاجه. انما لو الحاجات دي مكتوبه هتلاقي اللي بيجي بيكمل عليها، بيعمل لها ابديت، مش مضطر ان هو يبتدي من الاول. تمام، ده كده اول حاجه اللي اتكلمنا فيها عن الريسك. بعد كده بنتكلم عن الاوبجكتيفز. في الاوبجكتيفز الفكره ان الايزو بيبقى عاوز يتاكد ان الشركه بتحط اهدافها بطريقه صحيحه. طيب هي ايه الطريقه الصحيحه للهدف؟ الهدف امتى نقول ان الهدف ده هدف صحيح او هدف غير صحيح؟ اول حاجه لازم الهدف يكون محدد. اتنين، لازم يكون ميجربل، ان هو يمكن ان احنا نقدر نقيسه. تالت حاجه ان هو اتشيفبل، هو ممكن نقدر نحققه. رابع حاجه مرتبط بالاهداف الثانيه، ان هو ريليتد، مش هدف لوحده، لازم يكون مرتبط ببقيه الاهداف علشان ما ياخدش سيكونس وما يشتغل ما نشتغلش عليه هو لوحده، يبقى هو شغال ضمن بقيه الاهداف الثانيه. خمسة، لازم يكون ليه ديدلاين، لازم تكون ليه فترة زمنية لتحقيق الهدف. ما ينفعش ان انا اقول ان انا هحقق ان انا او ان انا هزود المبيعات بتاعت الشركة بتاعتي 20% واسكت، ما لازم اقول 20% في فترة قد ايه. عشان كده لازم يكون له ديدلاين عشان يبقى هو هدف صحيح. بعد كده لازم يكون متوافق مع البوليسي بتاعت الشركه واهداف الشركه. احنا كنا من شويه كنا بنتكلم بنقول ان الاهداف ان السياسات اللي انا بحطها تكون متوافقه مع الجوده وما تكونش ضد سياسات الشركه. لازم هنا التوافق لازم سبب، لازم يكون عامل مهم جدا من عوامل الاهداف. تمام، يكون في تواصل مع كل اللي هيشتغلوا على الهدف ده، ما يبقاش اللي بيشتغل مثلا ده موجود في مبنى واللي بيشتغل على نفس الهدف ده موجود في مبنى تاني. لازم يكون في طريقه للكوميونيكيشن ما بينهم هما الاثنين عشان اسهل ان هما يوصلوا للهدف ده مع بعض. الاهداف دي لازم تكون مونيتور، لازم اقدر ان انا اتتبعها وان انا اقيسها وان انا اعرف ان انا اوصل لها، واعرف احسب طريقه التتبع بتاعتها وطريقه قياسها. لازم تكون بلان، لازم يكون متخطط ليها قبل كده علشان ابقى عارفه ان هو هل انا فعلا حققت البلان ولا لا، هل انا وصلت للهدف ده ولا لا. فلازم احطها في بلان علشان اقدر اعرف وصلت له ولا ما وصلتلوش. حاجه تانية كمان، لازم يكون في حد مسؤول عن الهدف ده، لازم يكون في ريسبونسبل عن الهدف ده، لان انا لو حطيت الهدف وما حطيتلوش ريسبونسبل محدش هيبقى مسؤول عنه، هاجي في الاخر مش هعرف احاسب حد على الهدف اللي احنا حاطينه ده. رقم 11، احدد لكل اوبجكتيف الموارد اللي محتاجاها عشان يتحقق. الموارد من اهم الحاجات اللي احنا لازم نحددها علشان تسهل علينا كتير. ما ينفعش اطلب من حد حاجه هو ما عندوش المورد اللي هو يخليه يعمل الكلام ده، فلازم احدد الاهداف واحدد الموارد اللي انا ممكن انفذها بيها. لازم الهدف يكون مكتوب بشكل واضح، علشان يبقى مفهوم لكل، يبقى واضح للناس كلها، محدش يجي يقول اصلا ما سمعتش، اصلا ما خدتش بالي، اصلا ما فهمتش. كل الكلام ده مش موجود عندنا في الكواليتي مانجمنت. الكواليتي مانجمنت بتخلي كل حاجه واضحه، كل حاجه دوكيومنتد، مفيش عندنا اي حاجه مش واضحه. نيجي بعد كده نتكلم للبلان فور تشينجز. اي شركه في الدنيا بتحصل فيها تغيرات، لا اما هي بتختار التغيرات ده
أو إن هي بينفرض عليها ظروف في التغير ده، تمام؟ الفكرة إن الشركة بتكون قادرة إن هي تعمل خطط إنها تعمل التغيير ده من غير ما تأثر عليها سلب. الأيزو بيطلب من الشركة إن لما يكون عندها إجراءات، إن هي لازم يكون عندها إجراءات واضحة أما تيجي تعمل التغيير تعمله إزاي، تخطط له إزاي وتحسب له إزاي وهتحاسب هتتحاسب عليه إزاي، تمام؟ فأولا لا لسه مش حسب. اولا لازم نحدد الهدف من التغيير، لازم اقول ان التغيير ده انا عملته ليه. انا دلوقتي كنت بعمل خط انتاج بطريقه معينه، كنت منتج معين بطريقه معينه، وفجاه انا خلاص غيرت الهدف ده، مش عاوز اعمل ده، انا عاوز اعمل حاجه تانية. زي ما احنا كده قلنا ان الراجل اتصل بينا وقبلها قبل الميعاد مثلا بساعتين وخلاني اغير البلان بتاعتي. طب انا ايه اللي خلاني اغير البلان وايه اللي خلاني اعمل ريزيرف للتايم، خلاني ازود الوقت اللي انا المفروض هعمل حسابي فيه اللي انا رايح، ان انا غيرت البلان بتاعتي من الروت اللي من عندي للمكان اللي انا هشتري منه الهدية لزميلي، ان انا كده بقى في عندي مكان تاني او هدف تاني انا اوصله، تمام؟ ان انا اكون متوقع النتيجة اللي هتحصل من التغيير ده ومخطط لها. ثلاثة، ان انا اشوف ايه هي الريسك اللي ممكن تحصل لي بسبب التغيير اللي انا عملته ده. انا احاول ان انا احسب الريسك بتاعي، احسب المسافه اللي ما بيني وما بين الشخص اللي انا رايح اخده ده، احسب المسافه اللي ما بيني وما بينه مظبوط، وهزود عليها ريزيرف عشان اعمل حساب الريسك اللي ممكن يحصل لي في الطريق، احدد الموارد اللي انا محتاجها علشان اقدر اعمل التغيير ده. طبعا من غير تحديد الموارد ده شيء مش هقدر، ما ينفعش ان انا اروح له اقول ان انا رايح له وهيبقى انا مثلا عربيه البنزين اللي في عربيتي يدوبك على قد مثلا من عندي لعند الراجل بتاع عيد الميلاد. لازم اعمل حسابي عشان احنا كده هنتاخر احنا الاثنين، لو انا رحت له وما عرفتش ان انا اوصل في الميعاد يبقى احنا كده اللي احنا الاثنين نتاخر. فلازم برضو احدد الموارد اللي انا محتاجها علشان نعمل التغيير ده. لازم احدد المسؤوليات والصلاحيات، لازم تحدد كل المانجمنت او كل الكواليتي مانجمنت اللي احنا بنتكلم فيها، لازم تحدد فيها المسؤوليات والصلاحيات علشان ما فيش حد يجي يقول لك مش بتاعتي مش انا. لما تيجي تتكلم مع حد ان هو تلزمه بشغلانه هتقدر في الاخر ان انت تحاسبه، انما طول ما انت سايبها من غير اي ريسبونسابيلتي، من غير ما اي يكون حد مسؤول عنها، مش هتقدر تحاسب اي حد. لو التغيير ده مرتبط بهدف، لازم بعد كل عمليه التغيير ده لازم اغير الهدف. لو عندي التغيير اللي انا عملته ده مرتبط بهدف تاني، لازم ارجع ابص على الهدف ده، هل الهدف ده لسه قائم ولسه واقف تاني لسه موجود عندي، ولا هو كده خلاص مش موجود. نعم.